العراق من الممكن لو كان اكو اداره سليمه بالاقتصاد بشقيه، المالي والنقدي والاستثماري والى اخره، من الممكن يحكم سيطرته ويستثمر العراق موارده متنوعه ترى، مو بس النفط. يعني العراق كان يصدر اسمنت، كان يصدر محاصيل زراعيه، كان يصدر كثير من المواد الاوليه اللي تدخل بالعمل الانشائي، كان يصدر حتى اسمده، حتى طيب مواد. بس ايش قد وقت يحتاج استاذ داود؟ انا هذا سؤالي، سنه سنتين 10 20 حتى ينوع مصادر؟ يعني البنيه التحتيه موجوده زين، والثروه البشريه اللي تشغل هذه البنيه التحتيه موجوده. العراق عنده 4 ملايين موظف يمكن حسب ما تدعي الحكومه. طيب اثنين، العمر من حسن الحظ العراق الدولة الأولى على مستوى العالم بعمر الشباب، يعني الطاقة اللي تمتلكها بهذا المورد اللي هو المورد البشري هذا هم يعني الله سبحانه وتعالى رازقك به من حيث لا تحتسب، وانت ما تدري وانت ما مستغل. القصد من الموضوع البنى التحتية موجودة والمواد الأولية موجودة والموارد موجودة، من الممكن إذا تجي إدارة اقتصادية تدير هذه الأمور خلال 3 سنوات، من سنة إلى 3 سنوات الوضع يتغير تماماً. ممتاز. عن بطالة العجيب. جيد أستاذ. الكثير من الأمور راح تتغير.